مرحبا بكم في القناة. أصبحت الأمريكية ريس ويدرسبون أغنى ممثلة في العالم بعد بيع جزء من حصتها في الشركة الإعلامية هالو سانشاين التي قامت بتأسيسها سنة 2016 لصالح شركة إعلامية أخرى مدعومة من شركة الاستثمار الأمريكية العملاقة بلاكستون. ويقدر خبراء في المجال قيمة الصفقة بحوالي 900 مليون دولار بحسب ما ذكرته وسائل إعلام أمريكية من بينها صحيفة وول ستريت جورنال. كما ستحتفظ ريس ويدرسبون بحصة لا تقل على 18% وستتحصل على حوالي 120 مليون دولار من بيع حوالي نصف حصتها والتي تبلغ 40% تقريبا في الشركة. وتقدر ثروة الممثلة الآن بحوالي 400 مليون دولار حسب مجلة فوربس المتخصصة. لورا جين ريس ويدرسبون ممثلة أمريكية حاصلة على جائزة أوسكار من مواليد 22 آذار مارس 1976 في نيو أورليانز بولاية لوزيانا الأمريكية. والدها وجراح متخصص في طب الأنف والحنجرة كما أنه مقدم سابق في الجيش. في المقابل والدتها بيتي حصلت على الدكتوراه في التمريض وعملت كأستاذة جامعية. تكونت ثروتها بفضل أرباحها من حياتها المهنية المستمرة منذ 30 عاما كممثلة ومنتجة ناجحة، إذ أنها تتحصل على رواتب عالية وتكسب ما لا يقل عن مليون دولار عن حلقة واحدة في مسلسل تلفزيوني. وفي الأخير أرجو منكم الاشتراك في القناة من أجل أن يصلكم كل جديد من المواضيع الحصرية والمفيدة.